can fly. السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. أكدت مصادر أن المكسب المسير لنادي الرجاء الرياضي توصل الاتفاق الرسمي مع اللاعب بأصول مغربية سيف الدين العالمي لاعب اف سي باريس الفرنسي، يقدم انتقاله للرجاء الرياضي في هذا الميركاتو الصيفي بعقد يمتد لثلاث سنوات دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. إليكم بطاقة تعريفية عن سيف الدين العالمي، من مواليد مدينة بني ملال سنة 1993، هاجر رفقة عائلته إلى إسبانيا وبالتبقى إلى برشلونة للاستقرار بها وهو لا يتجاوز سبع سنوات من عمره. سيف الدين العالمي حسب المقربين له كان مولوعا بكرة القدم وعشقه لبرشلونة، كان حاسما في بزوع نجمه كأحد الناشئين الذي ينتظره مستقبل زاهر وهو متحقق بالفعل. بعدما انتقل لأحد الفرق المحلية هناك بإسبانيا وتدرب مع الناشئين وتم الشبان فريق لبريدة لكرة القدم، لم تتوقف رغبة سيف الدين عند هذا الحد، بل شارك في برنامج ديشون سنة 2012 الذي تنظمه شركة نايك العالمية، وتم اختياره في القائمة النهائية التي تضم 16 لاعبا من بين 60,000 مشارك. تألق سيف الدين العالمي في برنامج ديشونس، فتح له أبواب نجومية وكانت أغلبية الأندية تترصده، وبعد عام فقط في الفريق الأول مع ليبريدا انتقل العالمي إلى نادي ألماني يعتبر من بين أقدم الأندية الألمانية والذي تأسس سنة 1907 وهو فريق فالدهوف مانهايم الذي يقدم معه عروض جيدة أثارت انتباه النقاد ومتتبعي الكرة المتسديرة، كما خاض تجربة في الدوري الروماني قبل الانتقال في سنة 2016 إلى نادي اف سي باريس الذي لعب معه 55 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 6 لزملائه.